فيديو لنجم مسلسل كريستال محمود نصر يبهر الجمهور برقصه في حفل زفاف، هل أعلن زواجه؟ تصدر اسم الفنان السوري محمود نصر حديث الجمهور والصفحات الفنية، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو ظهر فيه وهو يدبك. وفي التفاصيل، ظهر محمود في مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع وهو يمسك بأيدي آخرين ويقوم بالدبكة بشكل محترف، كما بدت السعادة ظاهرة على وجهه. هذا وتبين لاحقا بأن الفيديو يعود لإحدى حفلات أحد الأصدقاء والذي تواجد به عدد من الفنانين السوريين، ومنهم الممثلة السورية دجانة عيسى والموسيقي أريجان. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو بشكل كبير، مبدين إعجابهم بدبكة الفنان السوري محمود نصر والحضور الجذاب له. وانهالت التعليقات على الشكل التالي: بيعرف يدبك كمان لأن هيك كتير. وكتبت إحدى المتابعات: ربنا يسعد قلبك دايما يا رب. والبعض الآخر عبر بطريقة فكاهية وقال: قلب صغير لا يتحمل. هذا ويحقق الفنان السوري محمود نصر نجاحا كبيرا من خلال مسلسل كريستال المأخوذ عن النسخة التركية حرب الورود، إذ يشاركه في البطولة كل من الفنانتين اللبنانيتين باميلا الكيك وستيفاني عطلة. وتدور أحداث العمل حول الطبيب جواد وعلاقة الحب التي تجمعه بفاي، بينهما علياء تحاول إيقاف هذا الحب. وكان قد أعرب الفنان السوري محمود نصر عن سعادته بالنجاح الذي يحققه مسلسل كريستال، مؤكدا أن ردود الفعل في نهاية كل حلقة تعوض طاقم المسلسل عن الجهد وتعب العمل والتصوير. وقال في بث مباشر عبر منصات السوشيال ميديا: إن رأي البعض بوسامته وإنها سبب نجاح العمل أمر لا يغضبه، لأنه متيقن أن النجاح والاجتهاد هما السبب الحقيقي، وأن جمال الشكل والانبهار به سيختفي بعد فترة قصيرة. والله ليكي ما بحب وجه رسائل، كل الناس خير وبركة، وأكيد هن بيعرفوا شو بدهم يعملوا وكلهم قلبهم للخير يعني. وبيّن محمود نصر أن مواصفات فتاة أحلامه لا تشبه شخصيتي عليا ولا فاي، كما أنه لا يفكر بالصفات لأنه يهتم بالحب أكثر. وأوضح أن الحب شرط أساس في الزواج ويحتاج إلى الكثير من الاحترام والوفاء والتفاهم، كاشفا أنه خاض الكثير من تجارب الحب التي يرفض أن يصفها بالفاشلة لأنها علمته الكثير من الدروس.